حكم التبرك بالصالحين. الزول يا جماعة اللي بيجوز يتبركوا به في الأمة دي كلها من أولها لآخرة اللي بيجوز يتبركوا به واحد بس، الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني تفل النبي عليه الصلاة والسلام، تفل تشيل بزاغه تتمسح به تتبرك به، ده بجوز الصحابة عملوها قدامه وهو أقرهم، إذن هو بجوز. النبي عليه الصلاة والسلام فارق الدنيا، فارق شنو؟ ما بجوز تشيل من ترابه، لكن قبيل المرق من جسده بزاغ شعر من النبي عليه الصلاة والسلام، ده العلماء قالوا بجوز، كما في كتاب إعانة المستفيد للشيخ الفوزان، كما في كتاب شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين، كما في كتاب تحفة الإخوان بأجوبة عن أسئلة تتعلق بأركان الإسلام للشيخ ابن باز، الثلاثة ذكروا المسألة. لكن زول صالح غير النبي عليه الصلاة والسلام ما بجوز. ليه؟ العلماء دل قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري لما نزلت آيات التيمم، آيات التيمم تقال نزلت ليه؟ الآيات اللي فيها مشروعية التيمم نزلت يا جماعة لأنه عائشة رضي الله عنها وقع منها عيد في حجة الوداع، غير حادثة الإفك، غير ديك، في حجة الوداع وقع منها عقد، والعقد ده أصلا حق أخوتها اسمها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهن جميعا. عائشة شالت رضي الله عنها عقد أسماء ولبسته ومشت الحج مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لما جاء العصر زي وقتنا ده بعد العصر مشت بعيد للخلاء لتقضي الحاجة، فالعقد وقع، جات ناقة بركت في العقد، الوقت شنو؟ عصرية بعد العصر. لما جاءت راجعة وفقدت العقد قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن عقد أسماء سقط مني، يعني نحن نقعد شنو؟ نفتشه. وكانوا الصحابة دارين يرجعوا من مكة المدينة لأنه الحج في شنو؟ في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة ارجعوا قالوا أتينا معك لن نرجع إلا وأنت معنا، أو كلمة نحوه. بقوا الصحابة 10,000 صحابي، أولياء ولا ما أولياء الصحابة؟ أولياء ذيل، أولياء أصليين ذيل، والله 10,000 صحابي ومعاون الرسول عليه الصلاة والسلام بيفتشوا للعقد، والعقد تحت شنو؟ تحت الناقة. هم بيفتشوا من بعد العصر، لما جاء صلاة الفجر ما لقوا العقد، والعقد وين؟ تحت الناقة. معناه ما بيعلم الغيب إلا منه؟ إلا الله. ومعناه ما في حاجة اسمها أن أملك بالخيرة وافتح لك الكتاب، لا، الرسول ده نزل على الكتاب ذاته، كان قصدك القرآن. بعدين بيفتشوا لما جاء صلاة الفجر الناس ديل 10,000 موية ماف قدر ديل طوالي الله نزل فلم تجدوا ماء فتيمموا. دي مناسبة شنو؟ التيمم. لما يدوك لا أرجع صحيح البخاري، لما نزلت آية التيمم فيها تخفيف على الأمة ولا ما تخفيف؟ طوالي عمران رضي الله عنه من الصحابة في صحيح البخاري قال لي لعائشة رضي الله عنها هذه بعض بركتكم يا آل أبي بكر، يعني ده جزء من بركتكم يا آل أبي بكر، لأنه بسببك نزلت آية شنو؟ التيمم، ده خير للأمة. فالعلماء قالوا ده فيه دليل على أنه أبو بكر، على أن أبا بكر وعائشة وهكذا فيهم بركة ولا ما فيهم بركة؟ فيهم بركة، مع أنه فيهم بركة ما في صحابي جاي يتبرك بهم، لكن كانوا يتبركوا بمنه؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام، بيتفالوا بكذا بكذا. فدل على أنه الصالح ولو ثبتت له البركة ما يتبرك به. طيب أنت تستفيد من بركة الصالح بشنو؟ بأنه تتعلم منه، يعلمك الأخلاق الدين، ادعو لك الله كذا، وما تركب لبوكس تسافر ليه عشان يدعو لك؟ أصله دي دعوة ولا شنو؟ أصله زيارة، وإنما شنو؟ يدعو لك الله، دي هنا. ولذلك ده التبرك البجوز. أما تشيل تراب وتسفه تقول ده فيه بركة، ولا يبزغ لك تلقي يده، ولا يتوضى تشيل الموية تتبرك بها، والرسول لا، غفروا له ولا ما غفروا له؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يبقى الرسول أصلا مغفور له، وكونه يتوضى ما في خطايا شنو؟
بتنزل. لكن المعلم ده لما يتوضى في خطايا ولا ما في خطايا مع الوضوء؟ انت بتلقي في الخطايا تجازفة تتبرك بها شغلة دينية. ولذلك انت ما تتبرك بيزول، وإنما تطلب البركة من منه؟ من الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي بيده البركة. قال تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فما بجوز تتبرك بشيخ ولا تشيل ترابه ولا كذا. رسول فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجمعنا به في الجنة وبجميع المسلمين المستقيمين وكذا، ويرد غير المستقيمين إلى الحق.